يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا بتتابعونا على قناتنا فكره وطبخه مع ام احمد لو اول مره بتزوروا القناه بتمنى تنضموا لنا حتى تكبر عيلتنا فيكم واهلا وسهلا فيكم في كل المتابعات القديمات والجدد ان شاء الله في فيديو اليوم رح يكون معنا روتين مسائي وهو تحضير وجبة الغداء رح أعمل صنفين من الأكلات أسهل من بعض أنا كنت عملتهم على القناة بشكل مسبق اليوم إن شاء الله رح أستخدم معكم البامية اللي أنا فرستها ومثل ما انتم شايفين هلا اه التاريخ انا كنت وضعته عليها ان شاء الله رح تشوفوا انها ترجع لونها اخضر مثل ما فرزناها هلا هاي الباميه لها من شهر 8 انا عندي هون نص كيلو لحمه اه طبعا مقطع راس عصفور لحمه خروف رح اعملها عمليه سلق في البدايه بحطها في طنجره وبضيف عليها تقريبا لتر ماء فاتر برفعها على النار ليطلع الريم والزفره كلها اللي عليها بتخلص منها وببدا باضافه المطيبات كالعاده اللي هي البصل والثوم وراح اضيف ورق اللورا او ورق الغار والروزماري وطبعا حب الهان ويعني اشي بسيط من القرفه لانه الكميه عندنا قليله بنترك اللحمه على نار هاديه لتستوي طبعا هون رشه ملح ضروري لا بعد ما تستوي اللحمه بنحاول نتخلص من الاعشاب اللي ضفناها وبنطلع قطع اللحمه وبنصفي المرق وهي كميه قليله واحنا اصلا ما رح نحتاج لكميه كبيره لانه رح نضيف حنا بندوره فريش هلا رح تشوفوا كيف رح ناخذ منها كمان صوص هلا نبدا بتحضير البامية البامية وهي مفرزة مباشرة في مقلاي تيفال غير لاصقة بحط ملعقتين من زيت الزيتون وهي مفرزة بحطها علي التشويح علي الغاز يعني اي خضره احنا مفرزينها مباشره نطلعها من الفريزر مباشره على الطهو وهون بتبلش يتغير لونها وبدوب الثلج عنها ومثل ما انتم شايفين ما شاء الله رجع اللون الاخضر كانه هي فريش وهلا احنا مقطفينها ما شاء الله لونها عن جد بجنن هلا راح اعمل لها تشويحه بسيطه حتى تحافظ على شكلها وما ترجع تتفتت وقت الطبخ لكن هون كانت الخطوه هاي ضروريه لانه كانت البز... عفوا الباميه عندنا مجمده فاحنا بدنا نفك التجميد بهاي الطريقه هلا هون عندي كميه منيحه من التوم حتى تعطينا الريحه الطيبه والطعم المميز لازم نهرسهم كثير منيحه بتفرموهم باستخدام المحضره لنحصل على ريحه ونكهه بارزه بملعقه سمنه بشوح التوم مع الزيت والسمنه لحتى تبدا تبرز نكهه الثوم وهون راح اضيف الكزبره المجففه طبعا حتى تحسوا انه عن جد الطعم كثير مميز بعد هيك ببدا باضافه الباميه حتى اقلبها مع الثوم قبل ما اضيف لها البندوره طبعا انا هون راح استخدم البندوره الفريش اللي هي راح تعطينا الطعم المميز واللون اللي عن جد ما بيعمل اي حزاز هلا بالنسبه للبندوره المعلبه ممكن انكم ما تتاثروا منها باضافه ملعقه من السكر هلا هون احنا رح نبدا باختيار حبات من البندوره اللي لونها احمر كتير وتكون طريه حتى تعطينا مثل ما حكيت لكم لون وطعم مميز بنعمل فيها اشاره الاكس من اسفل الحبه حتى تسهل علينا تقشيرها وقت التقشير وراح نضيف لها لتر من الماء المغلي يعني حتى تغمر حبات البندوره قبل التقشير اذا الماء بيكون بدرجه الغليان لازم تكون غامره بنتركها على جنب لمده خمس دقائق على الاقل حتى تبدا القشور تتحرك لحالها شايفين كيف بكل سهوله تطلع القشره ولكن شكل الثمره مثل ما هو ما تاثرت الحبات بهاي الطريقه ممكن تحضري اكبر كميه بندوره وقت التقشير وهاي طريقه عن جد مميزه هاي تعلمتها من امي الله يرحمها كانت كثير تستخدمها وما كانت تحب اي طبخه لا تطبخها حتى لو كانت تستخدمها يعني تفرمها باستخدام المحضره ما كانت ترضى تظهر فيها القشور فكنا نحكي لها ممكن انه يعني لو ما قشرناها نصفيها ما ترضى وانا صرت اعمل بنفس الطريقه هلا هاي البندوره راح استخدم شايف الكوكتيل حتى افرمها لاحصل على خليط متجانس مثل هذا اللون هلا هون ضفت لها تقريبا ملعقه من صوص البندوره ممكن تستغنوا عنها اذا حسيتوا ان اللون فاتح ممكن تضيفوها طبعا هون كمان انا ضفت لها ربع ملعقه من السكر بنبدا باضافه صوص البندوره على الباميه حتى تبدا عمليه الطهو بنتركها لمده دقيقتين فقط حتى تتقلب وهون بدنا نضيف عليها اللحمه والمراق بس وين بدنا نضيفهم وقت ما نضيفهم في الف... في الطاجن الفخار اللي احنا رح نطبخها فيه يعني عمليه الطبخ والتسبيك رح تتم في الفرن ما بتاخذ وقت تقريبا ربع ساعه على ثلث ساعه بتكون جاهزه الطبخ كله من الاسفل وبعد هيك بنحمرها زي ما شفتوا هون انا صفيت المراق طبعا هلا بصير وقت انه نعمل تيست لنشوف الطعم كيف اذا حسيتوا انه بدها ملح او بدها ممكن تضيفوا كزبره او اي نوع بهار انتم بتفضلوه ممكن هلا تضيفوه إيه مثل ما شفتوا انا هون راح اضيف رشه بسيطه من الكزبره الفريش انا طبعا طاحنتها ريحتها كثير مميزه انا بحبها مع البامية وبفضلها وراح نضيف رشه من الفلفل الاسود والملح طبعا بنظبطه حسب التذوق واذا بتحبوا انها تكون حاره ممكن تضيفوا الفلفل الاخضر الحار إيه و غطوها بورقه زبده وورقه المنيوم دخلوها على الفرن هلا راح ابدا بتحضير الرز وقت ما هي راح تكون بالفرن بالنسبه للرز راح استخدم رز البسمتي كوب ونص راح اغسلهم وبعد هيك اغمرهم بالماء واتركهم لمده على الاقل من 20 ل 25 دقيقه بعد هيك بصفيهم وببدا اشوحهم ملعقتين من الزيت النباتي ليتقلب الرز وهاي الطريقه والخطوه ضروريه كتير خصوصا للصبايا المبتدئات حتى يضمنوا ان الرز يطلع متفتح والحبة يعني تكون متفلفلة وشكلها مرتب ضروري انه نشوحها بالزيت هلا بتاخذ الحبه شكلها وبتتفتح بنبدا باضافه الماء الساخن طبعا بالعين هو الكوب بده كوبين من الماء وانت بالعين ممكن لعقله الاصبع ترفعي تغمر الرز وعلى نار عاليه بعد ما يبدا بالغليان بنوطي النار وهيك بتتم عمليه استواء الرز شوفوا تقريبا بعد ربع ساعة كان جاهز ما شاء الله رح أضيف له ملعقة سمنة أنا هون مستخدمة سمن حيواني كتير بعطي للرز بين الحبات لمعة وطعم ونكهة مميزة ممكن تستخدمي الزبدة أو أي نوع سمنة أنت بتستخدميها بالعادة بحافظ على الحبات متباعدة عن بعض ومتفلفلة هلأ بنبدأ بتحضير الوصفة الثانية الوصفة الثانية لليوم اللي هو انا راح أس... اعمل معكم الرز المكسيكي راح اعمله بصدور الدجاج في البدايه هون عندي ثلاث صدور دجاج راح اعملهم على شكل شرايح أه، مثل الفنجر شوفوا يعني الشرايح بتكون سميكه لكنها طويله أه، بالنسبه لهاي الـ الـ الطبق انا كنت عملته معكم على القناه بطريقه مفصله حتى كان هو مش يعني طريقه منفصله كان مع الروتين اليوم ان شاء الله راح اعمل لكم اياها بكل التفاصيل تشوفوها كثير صبايا بيعرفوها وهاي على فكرة الأكلة تقدم يعني بالمطاعم اليوم كثير صارت مشهورة ومعروفة طعمها عن جد مميز وتعتبر يعني طبق سريع وسهل ومشبع ممكن انه يعني تقدميه كطبق رئيسي مش جنب اي طبخه يعني مع السلطه او اللبن او الشوربه ممكن انك تقدميه ويكون طبق مشبع ما شاء الله من اشهر الاطباق المميزه كان هو اختيار أولادي لانه اليوم هم في عندي حدا ما بحب الباميه فاضطريت انه اعمل لهم هذا الطبق طريقته جدا سهله اول خطوه عندنا اللي هي بعد ما قطعنا صدر الدجاج طبعا بدنا نتبله بالملح البابريكا بهار الدجاج وبهارات الشاورما وراح نضيف كمان الفلفل الاسود واذا بتحبوها حاره ممكن تضيفوا بهار حار طبعا هون انا استخدمت الملح والبابريكا وبهار الدجاج وبهارات الشاورما وراح استخدم الفلفل الاسود رشه بسيطه طبعا هون بدنا نضيف لها بودره الثوم هاي البابريكا همشي معكم بالتدريج على اساس ما تنسوا هون عنا بودرة توم وهي اللي راح تعطيها نكهة مميزة يعني ما بدنا نحط توم مبشور راح نحط توم باودر وهون بنضيف لها عصير ليمون تقريبا ملعقتين وملعقتين من زيت الزيتون وطبعا ما بننسى الاوريجانو آه هاي التتبيلة عن جد يعني تعتبر تتبيلة مميزة بتعطيها نكهة اكثر من عادية هلا هون على فكره انا كنت ناسيه الاوريجانو لانه كان بعيد عن ايدي وفأنا مش منتبهه انه انا ما ضفت هلا رح ارجع اضيف بس انتم من البدايه مع التتبيله بتضيفوا ملعقتين كبار من الاوريجانو رح يعطيها نكهه كثير مميزه هلا انا رح اقلب كل الخليط مع بعض واعمل لهم عمليه يعني نقع كانها بتركها على الاقل لمده ساعتين قبل ما ابدا بتحضير الوصفه بتكون ال يعني الشرائح اخذت بكل نكهه البهارات وتغلغلت فيها وحصلنا على نكهه مميزه، واذا حابين كمان انه تعملوها بالليل ولثاني يوم تكون جاهزه بكون افضل، فانت هيك بتختصري خطوات تحضير لوقت ما تيجي تطبقي الطبخه فبتكون عندك جاهزه، بنغلفها ونتركها على جنب على الاقل لمده ساعتين ان شاء الله بتكون جاهزه معنا. خلينا نحضر للخضرة اللي إحنا راح نضيفها لهذا الطبق طبعا هون عنا حبة من البصل بنقطعها لمربعات وبنقلبها مع زيت النباتي بعد ما عفوا راح نضيفها على صدر الدجاج ما بنقلب بالبداية البصل في البداية بدنا نضيف صدر الدجاج بعد هيك بنضيف عليه البصل والثوم وراح نضيف كمان الفلفل الملون، إذا عندك فلفل ملون بصير وإذا مش متوفر ممكن تضيفي الفلفل الأخضر لحاله، طبعاً حتى إذا كنت حابة إنه تكون هي حارة ممكن تضيفي، آه نسيت أحكيلكم هون في عنا خطوة ضرورية ما تستغنوا عنها اللي هي الزنجبيل الفريش، الزنجبيل الفريش مع الثوم بعطي نكهة مش عادية لهذا الطبق يعني نكهة مميزة، فإذا انتبهتوا إني أنا ما ضفت على الدجاج الزنجبيل الباودر انه احنا راح نضيف الزنجبيل الفريش مع التوم وقت ما نقلب اللحمه خلينا في البدايه نحضر كل المواد على اساس تكون جاهزه بالنسبه للتوم يعني اللي بتحب كميته تكون يعني واضحه فبتكتروا من المقدار اذا ما بتحبوا نكتها ممكن انكم تقللوا حسب رغبتكم لكن هو التوم في هاي الوصفه بعطي نكهه كثير مميزه ممكن انكم طبعا هيك بنفرم الثوم كميته كتير منيحه واذا بدكم تستخدموا المحضره برضو بتعطيكم نفس النتيجه المهم انه حضرنا المكونات صارت جاهزه واكيد صدر الدجاج هلا بيكون متبل وماخد في النكهه بنبدا بتشويح صدر الدجاج مع الزيت النباتي على الغاز بعد هيك بنضيف هاي المكونات اللي عندنا ومثل ما حكيت لكم اذا بدكم اياها حاره ممكن تضيفوا فلفل حار او ممكن تضيفوا الشطه المجروشه وممكن تستخدموا فلفل ملون الوان مختلفه برضه بعطي الوان مميزه وقت التقديم هلأ هون بمقلاي راح نستخدم ملعقتين من الزيت النباتي ليسخن الزيت بنضيف عليها صدر الدجاج شوفوا كيف ما شاء الله ريحتها التتبيلة عن جد مميزة وبالطعم أكثر من شهية صدقا لو جربتوا هاي الوصفة راح تعتمدوها لأنه عن جد وصفة مميزة تستحق التجربة هلأ بنبدأ نسكب القطع حتى نشوحها بالزيت يعني بدنا إياها يتغير لونها بنتركها لمدة دقيقة على نار حامية بعد هيك بنقلبها لتكون أخذت اللون اللي إحنا بدنا إياه وبعد هيك بنضيف عليها الخضار رح نضيف البصل في البدايه هون بنضيف الثوم مع الزنجبيل الفريش وبنقلبهم لتبرز الريحه كثير بعد هيك بنضيف البصل وبنضيف الفلفل الملون طبعا هون بدنا عمليه استواء يعني هي عمليه الاستواء لصدر الدجاج رح تتم بهاي الخطوه او هذا الوقت لانه احنا وقت ما نضيف عليها الرز يعني كل الطبخ هون رح يتم، وقت ما نضيف الرز رح تكون صدر الدجاج مستوي مجرد تسبيك للنكهات مع بعض، هلا بنضيف باقي المكونات وبنقلبها وبنوطي النار على ادنى درجة وبنغطيها لتستوي على البخار، إذا حسيتي إنه بدها إضافة ماء ممكن تضيفي يعني تقريباً ربع كوب ماء حتى تضمني إنه ما نشفت وتضل فيها العصارة، هلا بالنسبة للرز بعد ما يستوي عندنا صدر الدجاج بنبدأ بتصفاية الرز وبنرفعه على الغاز الرز بالطريقة المعتادة ضروري انه نقلبه لمجرد يعني دقيقتين حتى نضمن انه تنكه بالمكونات اللي راح نضيفها عليه بزيت نباتي بنصف الرز وليسخن الزيت بنضيف بنضيف الرز الابيض طبعا وبنقلبه مع رشه بسيطه من الملح وراح نضيف عليه اللي هي اللومي طبعا اللومي ضروري تعملوا هاي الخطوه بنفتح الحبه حتى تتغلغل منها العصاره اللي فيها وقت ما نضيف عليها المرق اثناء الاستواء راح تعطينا طعم مميز حتى الحبه شكلها راح يطري ويتغير وممكن انها نتناولها مع الرز طبعا راح نضيف الفلفل الاحمر المجفف ما تفركوه حتى ما يترك كثير ريحه حاده وبنضيف كمان الروزماري هدول هم الاشياء اللي بنضيفها فقط على الرز بنقلب الرز ليتشوح كثير منيح وبعد هيك بنبدا بتطبيق الطبق بطنجره غير لاصقه اللي هي بدنا نطبخ فيها بنوزع الطبقه الاولى اللي هي صدر الدجاج طبعا بعد ما استوى تماما مع كل المكونات اللي كانت عليه بنضيفها في كعب الطنجره وبنحاول انه تكون طبقتها سميكه يعني اختاروا طنجره يكون حجمها صغير حتى تكون الطبقه سميكه، بعد هيك مباشره بنضيف طبقه الرز كل المقدار وبنضيف عليها المرق، بل المرق مثل ما حكيت لكم اذا متوفر عندكم مرق دجاج ممكن تضيفوا، اذا مش متوفر بتغلي لتر من الماء وبتضيفي عليه مكعب من الماجي وبتظبطي طعم الملح اذا حسيتي انه بده اضافه ملح او بتحسي انه بدك تضيفي بهار بس الافضل انه ما تضيفي لانه كل العصاره راح تاخذها الرز من نكهه تتبيله الدجاج فيعني ما في داعي تضيفي اي نوع من البهارات هلا هيك بن بنحاول انه نعمل الرز كطبقه متساويه طبعا ركزوا على الجوانب انه يكون مرتب وما يكون ظاهر عندكم صدر الدجاج حتى وقت التقديم يكون هو الطبقه السفلى هيك صارت جاهزه راح نضيف عليها المي بالنسبه للمي انا هون راح اضيف مكعب ماجي بلتر ماء مغلي واذا حسيتوا انه بدها كمان طبعا ما هي بالعين بتبين المفروض انه يكون غامر على الرز اذا حسيتوا انه بدكم اضافه للمرق ممكن انك تضيفي وهيك صار الرز ما شاء الله بعد تقريبا 20 دقيقه جاهز شوفوا الحبه متفتحه والالوان اكثر من مميزه خليني افرجيكم كيف راح نسكبها ما شاء الله عن جد الريحة أكثر من مميزة رح تحسوا إنه هالطبق بستاهل إنه نجربه وصفة عن جد مميزة شوفوا كيف ما شاء الله الألوان والطعم والريحة ما شاء الله ما شاء الله شايفين اللون اللون على ذهبي يمكن مش واضح كمان كثير لانه اخذت زي تشويحه ودرجه لون احمرار اكثر من مميزه جربوا هذا الطبق بتمنى ان شاء الله انه يعجبكم هي الرز اللي انا حضرته جنب الباميه برضه صار جاهز ما شاء الله شوفوا كيف الحبات متفتحه راح اقدمها انا بشكل مختلف اليوم ممكن تستخدموا اي طبق لتسكبوها فيه حتى تعطيكم الشكل اللي انتم بدكم اياه انا استخدمت هذا الشكل من قالب الكعك راح يعطي شكل كثير مميز خصوصا انه اليخني اللي عندنا بدنا نحطها في طبق داخل هذا الطبق اللي حضرناه ما شاء الله طاجن البامية طالع كثير مميز وبشاحي مثل ما انتم شايفين الالوان عنجد خرافيه والطعم روعة الطبخ في الفخار على فكرة بعطي نكهة كثير مميزة خصوصا مثل ما حكيت لكم لما يكون الفخار طبيعي ومش مدهون ولو طبختوا كل الطبخة يعني في الفخار من البداية برضو راح تعطيكم نتيجة مميزة بتمنى يكون عجبكم صحة وألف عافية وشكرا لكم على حسن المتابعة إن شاء الله يكون الفيديو لليوم مفيد ويا ريت تشاركوه مع أصدقائكم معارفكم حتى يرتفع يعني ويكبر الفيديو وينتشر لاكبر عدد بتمنى ان شاء الله لو اول مره بتزوروا القناه تنورونا بالاشتراك لحتى يوصلكم اي فيديو جديد بنزل على القناه يسعد كل اوقاتكم شكرا لكم على حسن المتابعه انتظرونا بفيديو قادم